مرحبا مواليد بشر الأسد، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 13 للأحد 19 أيلول سبتمبر؟ بهذا الأسبوع بدايته رح بتكون كتير حلوة بسبب وجود القمر ببشر القوس. عم بحكي تحديدا عن يوم الاثنين 13 أيلول سبتمبر والثلاثة 14 أيلول سبتمبر، مش كل الثلاثة، فقط حتى 2:30 الظهر توقيت بيروت. لذلك في عندكم يوم ونص لحتى تلحقوا حالكم مواليد بشر الأسد، لا قوموا باتصال حتى تحاولوا تقنعوا شخص آخر بمسألة معينة، بدكم تبيعوا، بدكم تشتروا، بدكم خدمة من حدا، حتى من إخواتكم، من أهلكم، من عيالكم، الاثنين والثلاثة حتى الساعة 2:30 بعد ظهر توقيت بيروت فقط لا غير. بعدين القمر بينتقل لبرج الجدي، بيبقى برج الجدي حتى الخميس 6:30 المساء توقيت بيروت. فترة وجود القمر في برج الجدي هي فترة طويلة، ما رح أقول إنه قليلة الحظ، لكن هالمثلث الفلكي الترابي هو اللي بيعطيكم قوة الإرادة، لكن القمر هو اللي رح يسبب لكم شوية وجع راس، شوية تسرع، أو شوية يمكن عواطف إضافية، انفعالات إضافية أنتوا منكم بحاجة إليها حاليا بتاتا، فكونوا منتبهين. الخميس 6:30 المساء توقيت بيروت بيروح القمر لبرج الدلو، بيبقى كل الجمعه وبيبقى كل السبت تحديدا حتى 11:30 المساء توقيت بيروت السبت. اوكي، فتره وجود القمر في برج الدلو، فتره وجود القمر في برج الدلو هي الفتره المتعبه بالنسبه لكم. ليه؟ لانه القمر من برج الدلو بيعاكس برج الاسد بالدائره الفلكيه، فرح تشعروا بتحديات، رح تشعروا ببعض الضغوط، رح تشعروا ببعض الامور المتكدسه فوقكم، ففي احتمال انكم تخربطوا، تتخربط عنكم بعض القصص، بدكم تنتبهوا، والا كل شيء عاملينه منيح معقوله بلحظه غضب انفعال تنزعوا الأمور. كوكب زحل بيحذر مواليد 30-31 تموز يوليو. المشتري بيقول بيقلكم 16-17 أب أغسطس أنتوا الأكثر حظاً. هذه كانت الأبراج لمواليد برج الأسد للأسبوع. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو. نلتقي مع الأبراج اليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.